الرحيم. اللقاء والدتين ضمن مشاركة أكل السفارة الهولندية. لقاء مثلك صحفة جهوية، صحفة محلية، المجتمع المدني على أساس باش نقدمها مع باريستا اللقاء الهولندي المغربي. بخصوص الشيء قصد هي 80% المغربيين اللي هولندا يتعيشون استاذ النهار، ولهذا السفاره الهولنديه تلقى النهارية مزيدا على حسب باش الذي يمكن اللقاء به معي الله سبحانه الطاس، ونتمنى النجاح صافي ان شاء الله، ونعرفهم مالا حضرنا عندنا بعض ليستا اقدس تاع جميع المصالح القنصليه بالنسبه لاصحاب هذه التيروت غاسوش المشاكل ولا اقدس نقدم اختصاصيين بالضمان الاجتماعي بالقنصليه اقدس نراكش المشكل اقدس 4 6 5 6 6 أدسن يبدأ يجند عيشن في المنطقة اللي تدين أدس على القنصلية تجول فيها طازم يوميا وتشكاك مني بارك الله فيكم.